Unité 1, الوحدة الأولى. Le club des sportifs, نادي الرياضيين. والنهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض leçon 2, الدرس الثاني. Exprimer la possession, يعني التعبير عن الملكية. Exprimer la possession. أول حاجة هنبدأ بيها vocabulaire, les noms masculins, الكلمات المذكرة. Un cours de sport, un cours de sport. Un modèle, un modèle. Un appareil. Un tournoi. Un supporté. Un ballon. Un ballon. Un classement. Un moniteur. Un moniteur. Un paysage. Un exercice. Un exercice. Un gardien. Un gardien. Un maillot. Un maillot. Les noms féminins, il kalimat il muannasa. Une idée. Une idée. Une chanson. Une décoration. Une série. Une série. Une serviette. Une serviette. Une tenue, une bêtise, une joueuse, une entraîneuse, des baskets, les verbes, envoyer, envoyer. Écoutez, écoutez, prêtez, prêtez, racontez, racontez, lancez, lancez, passez, passez, montrez, montrez, regardez, regardez, chantez, chantez. Prendre, prendre, apprendre, apprendre, reprendre, reprendre, attendre, attendre, sourire, sourire, obéir à, laisser, laisser. Encourager, encourager بمعنى يشجع. Abandonner بمعنى يتخلى عن. الكلمتين دول مكان بعض. Pardon. Encourager, يشجع. Abandonner, يتخلى عن. Les adjectifs, les adverbes, les prépositions et les expressions. الصفات والأظرف وحروف الجر والتعبيرات. Absent, absent. Vite, vite. Attention, attention, avant, avant, après, après, génial, génial, difficile, difficile, dernier, dernière, dernier, dernière, autre, autre, être en retard, être en retard. Et maintenant, comment exprimer la possession? إزاي بنعبر عن الملكية؟ عندنا ثلاث حاجات نقدر نعبر بيهم عن الملكية في الفرنسي. أول حاجة les adjectifs possessifs, يعني صفات الملكية. Les adjectifs possessifs. ودي من أشهر الحاجات اللي بنعبر بيها عن possession, الملكية. نحفظ التابلو ده علشان ده نستخدمه بعد كده. إن مع الجو
في كلمة مون وكلمة ما وكلمة مي. tu, ton, ta, te. il, elle, on, son, sa, ses. nous, notre, nous. vous, votre, vous. il avec s, elle avec s. leur, leur avec s. هنحفظ التابلو ده كويس لأننا هنستخدمه بعد كده كتير جدا. ازاي نستخدم التابلو ده؟ لو بتكلم عن نفسي بعد كده هشوف الحاجة اللي بعد النقط هي ماسكولا ولا فيمينا ولا بلوريال، لأنها لو ماسكولا هستخدم مون، ولو بتكلم عن تو هستخدم طون مع الماسكولا، ولو بتكلم عن إيل وال هستخدم صون مع الماسكولا. ما تا سا دول بنستخدمهم مع الفيمينا، مي تي سي دول بنستخدمهم مع البلوريال. بالنسبة لنو وفو إلى بكس، نوتر فوتر لور دول بنستخدمهم مع السانجولي يعني مع المفرد سواء كان مذكر أو كان مؤنث. نو فو لور افيك اس دول بنستخدمهم مع البلوريال سواء كان ماسكولا بلوريال او فيمينا بلوريال جمع مذكر او جمع مؤنث. فاحنا لازم نحفظ التابلو ده كويس، هنتدرب دلوقتي عليه ازاي نحل الاسئله بتاعته. اكزامبل je fais point devoir avec point stylo et point règle. je fais معناها انا اعمل devoir واجبات avec بل stylo قلم A و règle المسطرة. زي ما قلت لكم ان احنا لازم هنبص لاول الجملة، موجود هنا كلمة je وjeu هنا في التابلو معاها mon ma me. تاني خطوة هبص للكلمات اللي بعد البوان بعد النقط هنلاقي هنا كلمة devoir، هنبص على اخيرها هنلاقي s، في الحالة دي هكتب كلمة me je fais mes devoirs avec point stylo. كلمة stylo masculin ولا féminin؟ masculin يعني مذكر، هستخدم معها mon. et règle كلمة règle masculin ولا féminin ولا pluriel؟ féminin، هستخدم معها كلمة ma. je fais mes devoirs أنا أعمل واجباتي avec mon stylo بقلمي اي ما رجل ومسطرتي. يبقى دلوقتي انا عبرت عن الملكيه بحرف الياء اللي هو في اللغه العربيه ياء الملكيه، وبالفرنسيه عندنا مو ما مي. وليه هنا استخدمت المو والما والمي؟ علشان اول الجمله مكتوب كلمه جو، فعلى اساس اول كلمه في الجمله السوجي انا بختار انهي جروب من التابلو اللي موجود قدامنا ده. رومارك ملحوظة هامة جدا، لو الكلمة اللي بعد البوان بعد النقط مؤنثة وبتبدأ بحرف فويل، في الحالة دي مش هينفع هضع قبلها ما أو تا أو سا، ولكن هضع قبلها مون أو تون أو سون. زي كلمة إيكول، ما ينفعش أقول ما إيكول لأن هنا في حرف فويل وهنا حرف فويل، الاثنين دول مش هينفعوا مع بعض في الادجكتيف بوزيتيف. في الحالة دي انا استغنى عن ما وهضع قبلها كلمة، هضع بدلها كلمة مون، مونيكول امي صديقة تبدأ بحرف فويل، المفروض اضع تا ولكن مش هينفع لانها بتبدأ بفويل وتا بتنتهي بفويل، في الحالة دي هبدل تا بكلمة تون. سا ارموار كلمة ارموار في ميناء بمعنى دولاب، تبدا بحرف فويل وسا بتنتهي بحرف فويل، هستغنى عن سا وهضع مكانها سون، سون ارموار. الملحوظه دي نخلي بالنا منها كويس لانها بتيجي في اسئله الشوا وفي ناس كثيره بتغلط فيها. هنبص للكلمه اللي بعد النقط، لو بتبدا بحرف فويل دايما احط المو او التون او السون حتى لو كانت في ميناء. اكزامبل جو في ا ايكول انا اذهب الى ايكول مدرسه، عايز اقول مدرستي. كلمة ايكول في ميناء هضع مكانها ما، ولكن خطأ، ما ينفعش اضع ما لان ما اخرها ا وايكول اولها ا، في الحالة دي فويل مع فويل
مش هكتب الما ولكن هكتب مكانها مون. Je vais à mon école. أنا أذهب إلى مدرستي. تاني حاجة نقدر نعبر بيها عن الملكية وهي استخدام verb être بمعنى يكون واستخدام حرف الجر a زائد البرونوتونيك الضمير الصوتي أو النو الاسم. إزاي؟ في الأول لازم نعرف الضمائر الصوتية اللي هي كلمة موا بمعنى أنا، توا بمعنى أنت، لوي بمعنى هو، إل بمعنى هي، نو بمعنى نحن، فو أنتم، أو هم، إل هن. Example: ce stylo هذا القلم. هستخدم verb être إيه معك حرف الجر أ أ زائد الضمير الصوتي مثلا مو سستيلو إيتا مو، يعني هذا القلم يكون لي. وبكده عبرت عن الملكية بطريقة تانية. لك لي المفتاح إيتا توا يكون لك، المفتاح يكون لك يعني بتاعك أنت. La voiture est à nous. La voiture بمعنى السيارة، إيه تكون à nous بتاعتنا، تكون لنا. Les poupées العرائس sont à Sarah et Nada. العرائس دي بتاعت سارة وندى. فأنا هقدر أستخدم بعد être à، ممكن أستخدم بونوتونيك أو أستخدم النوع يعني ضمير صوتي أو اسم شخص. ودي تاني طريقة بعبر بيها عن الملكية. تالت طريقة بعبر بيها عن الملكية وهي استخدام حرف الجر دو زائد النو الاسم. example le vélo de Pierre يعني الدراجة بتاعت Pierre. la maison de mon père البيت بتاع والدي. les cousins de Mario et Leo أولاد عم بتوع ماريو إليو. ودي كانت تالت طريقة أعبر بيها عن الملكية، إن أنت هتذكر اسم الحاجة بعد كده كلمة دو وبعد كلمة دو هنذكر الاسم اللي بنتكلم عنه. وبكده عبرت عن الملكية بثلاث طرق مختلفة. هنتدرب شوية على الادجكتيف بوسيسيف. شوازي نختار مونا غانج فيتمون. موجود في الأول كلمة مونا يعني ال، وال بتاخد معاها سان سا سي، وكلمة فيتمون آخرها اس. في الحالة دي هنضع كلمة سي. C'est la trousse de Julie. هذه هي مقلبة جولي. C'est trousse. عايز أقول هذه مقلمتها. يبقى أنا بتكلم عن جولي يعني ال، وتروس في ميناء هقول سا. C'est sa trousse. C'est le cadeau de Jean. هذه هدية جان. كلمة جان هضع مكانها إل يعني أنا بتكلم عن ولد. C'est cadeau وإل بيجي معها سان سا سي. وكلمة كادو ماسكولا هستخدم معاها سان سان كادو. tu aimes école. tu بيجي معاها تان تا تي، وإيكول بتبدأ بحرف فويل يبقى تان على طول من غير تفكير. إلى باسبور إل بتعود معاها سان سا سي، وباسبور ماسكولا سان باسبور هو معه الباسبور بتاعه. vous aimez chambre بتبدأ بفو، وفو معاها فوتر او فو. شامبر سانجليه هختار معاها كلمه فوتر. لو هنا جمع هختار فو. مي فرير او بالون. مي فرير تعتبر ال افيك اس، بالون تنتهي بالاس، وال افيك اس معاها لور اي لور افيك اس. في الحاله دي اختار لور افيك اس. ليه؟ لان كلمه بالون اخرها اس. Ce livre est à moi. هذا الكتاب يكون لي. ما ينفعش استخدم مو أو ما، لأن كلمة آ لازم يجي بعديها برونوتونيك وهو استخدام مو، وهنستخدم هنا مو. Ce livre est à moi. Prenez stylo. Prenez آخرها EZ يعني متصرفة مع كلمة فو. ناخد بالنا من الجمل اللي بتبدأ بالفيرب على طول، نبص لنهاية الفيرب وهو متصرف مع نو أو فو أو تو. على أساس كده أنا بختار الأدجكتيف بوسيسيف بتاعته. بروني ستيلو آخرها إس، وزي ما قلنا إن دي تعتبر فو. في الحالة دي هستخدم فو. مسيو دلوقتي نخلي بالنا من الجملة اللي زي دي. أنا دلوقتي بقول مسيو يعني سيدي، يعني بكلم واحد كبير للإحترام وموجود قدامي.
في الحالة دي أكني بتكلم مع فو، لأن في فرنس لما تيجي تتكلم مع حد كبير نقول له حضرتك زي ما بنقول مثلا في العربي كده، في الفرنسي بنقول فو بمعنى حضرتك. يبقى مسيو هنا أكني بتكلم مع فو، أقول سي فوتر بورتابل، هذا هو موبايل حضرتك. مسيو سي فوتر بورتابل، ما ينفعش أستخدم تون أو سا لأن أنا بتكلم مع واحد كبير للاحترام.